زوجها كان أرمل له ولد كان سليم عاق وأذاني ومرض بمرض نفسي الآن فوق 30 سنة. يرفض زوجي علاجه يرفض زوجي علاجه ويرفض تزويجه، وما كنت في البيت يضايقني ولا أريد العيش معه ولا أستطيع الصفاء معه، فماذا مما فعل ويفعل؟ هل طلب الطلاق حرام؟ ليس بحرام، لا، والخوف منه أنه مريض نفسي وممكن يعتدي عليكِ.